ميدانيا وعسكريا دكت مدفعيات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تجمعات ميليشيا الحوثي وصالح في الجبهة الشرقية بتعز. وأكد مصدر عسكري اليمن شباب أن القصف المدفعي استهدف مواقع للميليشيات في معسكر التشريفات والقصر الجمهوري موقعا قتلى وجرحى في صفوفها. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا عبد القوي العزاني. مساء الخير عبد العزيز، أبو عبد القوي عفوا. أهلا وسهلا. يعني عبد القوي، كانت هناك قصف للمدفعية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتجمعات من ميليشيا الحوثي وصالح في الجبهة الشرقية بتعز، وأيضا كان هناك استهداف لمواقع للميليشيا منها معسكر التشريفات القصر الجمهوري، ووردت الأنباء عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات. ما هي آخر التطورات لديك في الجبهة الشرقية لمدينة تعز؟ تفضل. نعم، بعد معارك شرسة ومواجهات عنيفة بين أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي والمخلوع من جهة ثانية في معسكر التشريفات وجبهة القصر الجمهوري وكلية الطب، استطاع أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أن يحرروا مبنى البنك المركزي، وهو مبنى مهم كان قد حولته الميليشيات إلى سكنة عسكرية كبيرة، وأن يتمكن الأبطال من اقتحام هذا المبنى وتطهيره هو انتصار كبير وتقدم يحسب للجيش والمقاومة. بالإضافة إلى تطهير مدرسة صلاح الدين بشكل كامل وعدد من المباني والمواقع المهمة التي تطل على شارع القصر وأيضا على القصر ومعسكر التشريفات. نعم، ما هي آخر المعلومات لديك عن حجم الخسائر التي تتكبدها ميليشيا الحوثي وصالح؟ هل هناك إحصائية؟ نعم، تمكن أبطال الجيش وفقا لمصادر ميدانية من قتل 6 قناصة كانوا يتمركزون في مباني البنك المختلفة، وأيضا قبل لحظات تمكن أبطال الجيش من تطهير المبنى الأول والثاني في كلية الطب. هناك قتلى وجرحى في صفوف العدو وفقا لها للمصادر الميدانية، ولكن لم يحددوا كم هذه الأعداد، ولكن خسائرهم واضحة من خلال هذا التقهقر والتراجع، وأيضا هذا التقهقر والتراجع الذي تم في الجبهة. نعم، مراسلنا عبد القوي العزاني كنت معنا على الهواء مباشرة من تعز، شكرا لك. نشرتنا ما زالت مستمرة وفيها بعد الفاصل.